مرحبا لكل الطلاب، أنا اسمي أحمد مرعي من كلنسوة، معلم تربية بدنية، بعلم مدرسة الزهراء كلنسوة، مدرسة أجيال الطيبة، بالإضافة كمان أنا مدرب في أكاديمية مكابي تل أبيب. طبعا الكل بيعرف الفترة اللي احنا بنمر فيها بسبب الفيروس المنتشر، مهم جدا إنه احنا نمارس التربية البدنية بهذه الفترة. طبعا مهم جدا كمان إنه احنا نسمع تعليمات وزارة الصحة، نحافظ على سلامة جسدنا، نظلنا بالبيوت ونحافظ على صحتنا. كمان مهم إنه إحنا نحافظ على النشاط البدني بشكل يومي، ما نظلناش ملتهيين بالتلفونات، ملتهيين بالألعاب الإلكترونية. مهم جدا ليش؟ مشان نكوع عضلات الجسم، نعزز ليونة المفاصل، نحسن التوازن والتلاؤم العضل العصبي، وكمان أهم إشي إنه بعطينا طاقة إيجابية بشكل يومي. طبعا قبل ما نبلش الدرس، احنا اليوم مهم جدا انه نلبس ملابس رياضيه، حذاء رياضي، كمان انه نفحص البيئه اللي احنا موجودين فيها، نبعد كل شيء اللي يكون يضايقنا. وشغله مهمه اخيره انتبهوا لها، اذا انتم بتحسوا انكم تعبانين ومش قادرين نكمل التمرين، بتوقفوا تتريحوا، مش اجباري نسوي كل التمارين. درسنا اليوم بدنا نجيب منشفة، راح اعطيكم دقيقة منشفة طبعا وكنية مي، راح اعطيكم دقيقة تجيبوا المنشفة وراح استناكم. ممتازين، رجعنا. رح نبلش بتمارين إحماء. اليوم التمارين الإحماء رح نعملهن عن مفاصل جسم الإنسان. مفاصل جسم الإنسان هي عبارة عن تجمع عظمتين أو أكثر. مهم جدا إن إحنا نحرك مفاصل جسم الإنسان مشان نبعد المدى، نكبر المدى تبع المفاصل. طبعا في فرق بين عدد مفاصل جسم الإنسان بين الإنسان الكبير البالغ والطفل. عدد المفاصل بجسم الإنسان للإنسان البالغ 220 مفصل. طبعا المفاصل تختلف عن بعضها البعض من ناحية حجم، شكل، وأهم اختلاف جهة الحركة لكل مفصل. رح نبلش كلياتنا مع بعض. مفصل بالركبة لفوق لتحت، انتبهوا كل تمرين بنسويه 10 مرات، وكل بعد 5 6 7 8 9 10 بنساوي يمين وشمال، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 على الجوانب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بنلف الركبة، 1 2 3 4 جهة ثانية، 1 2 3 4 مهم جدا انه نعرف انه احنا لما نوصل 5 و6 نكبر المدى تبع المفصل. مفصل الاكتاف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتاز. جانب 1 2 3 4 بنكبر الحركة، بنكبر المدى، 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتازين. بنلف ايد واحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لقدام، 1 2 3
أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. عيد الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لقدام نفس اليد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إيدينا بجنب جسمنا لورا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. لقدام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. مفصل الكوع قرب إيدينا عجب جسمنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. بعد خمسة متزيد سرعة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إيد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. مفاصل الإيدين إيدين لقدام تحت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. على الجوانب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بنمسك إيد واحدة بنلفها أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إيد الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لمفصل الحوض نبدأ شوي شوي لتحت. طبعا كل ما بنطلع بالعدد بنزيد المدى تبع المفصل. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الجوانب واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بنلف يمين تقبل حركة الإجرين بتلف معنا. أنا بحاول أشوف شو في وراي. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نتكلم مفصل الفخذ نوقف عجر شمال إيد واحدة بس لقدام واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إجر ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة طبعا خمسة. نكبر الحركة نحاول نوصل للمدى الأقصى. ممتاز. ثمانية تسعة عشرة. نرجع للإجر الثانية لورا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إجر الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. على الجنب واحد اثنين ثلاثة أربعة. نحاول نكبر المدى دائما. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إجر الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لجوة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نكبر المدى دائما لما نوصل سبعة ثمانية نزيد سرعة. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بشكل دائري نبدأ بدوائر صغيرة ونكبرها. ثمانية تسعة عشرة. الجهة الثانية ممتازين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الجهة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لما افصل الركبة اجرينا
ايدينا بجنب الركبه، ننزل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، ننزل للمدى اللي احنا بنقدر اكثر مدى، عشرة زوايا، واحد اثنين ثلاثه على الزوايا، ممتاز، ثمانية تسعة عشرة، مفصل القدم، احنا بنطلع عروس الأصابع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، بنرفع الأصابع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نمشي عروس الأصابع، ممتاز، عروس الأصابع على رجلينا من ورا، على رجلينا من برا، ممتاز، بنلف عملية دوران، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، جهة ثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، جهة ثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ممتازين. هيك خلصنا عملية التسخين الإحماء. هسه رح أعطيكم دقيقة نشرب نرتاح ونرجع بعد الاستراحة. ممتازين، وهيك رجعنا بعد الاستراحة. اليوم رح نشتغل على تقوية عضلات الجسم. قبل ما نبلش بدنا نعرف اللياقة البدنية. شو اللياقة البدنية؟ اللياقة البدنية هي عبارة عن تنفيذ شيء بطريقة جسدنا، طبعا في مركبات للياقة البدنية هن القوة العضلية، السرعة، المرونة، التوازن، قدرة التحمل، توافق العضل العصبي. اليوم احنا نشتغل على قوة العضلية، هي قدرة العضلة على التغلب مقاومات خارجية، وكمان مقاومات اللي اليوم رح نعملهن اللي هن ضد مقاومات الجسم، فقط الجسم. رح نبلش بتمارين اسمها تمارين كور. بدي منكم انه الفرشة المنشفة نحطها بهاي الشكل، ممتازين. رح نبلش بتمارين كور، هن تمارين لتقوية العضلات الأساسية بجسم الإنسان. مهم جدا إنكم تعرفوا، إذا أنا بحس بتعب أوقف، بزمش إنه أنا أكمل التمرين للآخر. بنبدأ بتمرين بلانك، ممتاز. أنا إيدي كل تمرين رح نعمله 30 ثانية ونستريح 30 ثانية. تمرين البلانك أنا بجيب إيدي بهاي الشكل، متوازيات للكتاف، جسم صحيح، ممتازين، جسم صحيح، اسمعوا التعليمات، راسي ركبتي موازية لكل جسمي، وراسي بتطلع بنقطة واحدة لتحت، بطني أنا بفوت لجوا. هنا أنا بشتغل على كل عضلات الحوض، البطن، وعضلات أسفل الظهر، ممتازين. حلو، أربعة ثلاث اثنين واحد، استراحة،
مهم جدا. كل رياضي محترف بيعمل هذول التمارين، هن بيكون عضلات الأساسية بجسم الإنسان. رح نعمل تمرين اللي بعده بلانك جانب، كمان نفس الإشي، كتاف الكوع موازي للكتاف، كل جسمي صحيح، إيد فوق. مهم جدا طول ما أنا بسوي التمرين أفوت بطني لجوا، كل جسمي موازي بخط مستقيم. حلو. أنا بشتغل على عضلات الجانبية للبطن. ممتاز. استراحة. نساوي الجهة الثانية. نفس الإشي، إيد الشمال توازي لكتافي. أنا خط مستقيم موازي لعند الرأس، إيد لفوق واحد، بطني لجوا. ممتازين. حلو. حلو. التمرين اللي بعده تمرين سوبرمان. أنا بقعد أربعة، الركب والإيدين، إيدي موازي لكتافي، كمان هنا كل ظهري مع الركبة بخط مستقيم. نرفع إيد وجر عكسية، إيد اليمين مع وجر الشمال. انتبهوا إنه الإيد موازية لركبة والإجر اللي ورا لأصابع لبرا بهاي الشكل، بطني كمان لجوا. تبديل إيد وإجر، إيد الشمال مع إجر اليمين. ممتاز. راسي بتطلع على نقطة واحدة بالأرض. حلو. واخذ نفس من المخار. ممتازين. التمرين اللي بعده تمرين الجسر، بيشتغل على العضلات الخلفية للإجرين. أنا بكرب إجري، بكرب إجري على جسمي. ممتاز. إيدي موازيات كمان لكتافي، وكل منطقة الحوض برفعها لفوق. واحد، اثنين، ثلاثة، بظلي ثابت بهاي الشكل. كمان بطني لجوا، باخذ نفس شوي شوي. أنا بشتغل على عضلات الهامسترينج، عضلات الخلفية للإجرين. ممتازين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بلانك عكسي، إجري ثنتين بجنب بعض، الأصابع بجيبين لإلي. كمان هنا كل جسمي من إجري للركبة خط مستقيم. داي موازيات لكتافي، راسي لورا موازي مع جسمي. ممتاز. تمرين شوية صعب طبعا، هذول التمارين كمان بطورن التوازن بالجسم وبطورن القدرة تبعت كل رياضي. حلو. آخر تمرين لتمارين الكور، إيدي إجري بزاوية 90 بالركبة، زاوية 90 منطقة الفخذ، إيدي صح متوازيات لكتافي. ممتاز. أنا بحاول إنه كل ظهري يلزق على الأرض، إيدي ما تفوتش تحت ظهري. ممتاز.
اللي سئل عليه ممكن يرفع شوي الراس. أنا بتطلع بالسماء. ثلاثة، اثنين، واحد. ممتازين. طبعاً إحنا هنا اشتغلنا على تمارين اسم التمارين كور، هي تمارين العضلات الأساسية. بتحسن التوازن والثبات. عضلات الأساسية هن عضلات البطن، الظهر، أسفل الظهر، البطن والحوض. هذولا بحسنن التوازن والثبات في الملعب أو خلال أي نشاط بدني. طبعاً اللاعبين المحترفين يومياً بعملوا هذول التمارين مشان يطوروا اللياقة البدنية تبعتهم ويطوروا التوازن تبعهم بالملعب. رح نستريح دقيقة، أعطيكم تشربوا مي دقيقة وننتقل للتمارين اللي بعدين. التمارين الثانية تقوية العضلات. رح نبلش بتمرين ضغط، طبعا كلكم تعرفوه، مهم جدا ننتبه للتعليمات انه الاكتاف موازي، موازي اليد موازية للاكتاف، الايدين. انا بنزل نشتغل على عضلات الصدر 10 مرات، 2، ممتاز، شوي 3، عشرة. استراحة. التمرين اللي بعده تمرين لانج، يمين شمال. اجري اليمين لقدام. ممتازين. انتبهوا انه الركبة بتروحش لقدام، بتنزل. انا كل جسمي بنزل لتحت. 1، 2، 3، شوي 4، 5، 6، 7، 8. اجري الثاني. 1، 2، 3. انا بشتغل على العضلات الامامية للجرين. 1. التمرين اللي بعده تمرين لعضلات البطن. التمارين اللي نعملها تمارين حركية. إجري بكربين على جسمي، إيدي ورا الركبة. انتبهوا إنه أنا بكون بعمليات لف، بلف جسمي زي إنه بدي لف طابي. فيش حاجة إنه أنا أطلع على آخر. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. ممتازين. راحة.
التمرين اللي بعده العضلات اسفل الظهر. انا بنام على بطني ممتازين، ايدي تحت الركبة، انا بطلع بالكسم العلوي لجسمي لفوق قد ما بقدر شوي شوي. ثلاثة ممتاز. راحة، باخذ نفس من مخاري، بطلع من ثمي، تمرين بعده تمرين كمان تمرين للعضلات الاجرين الهامسترنج لورا. تبوا انه انا بجيب اجريك ربع بعض، بتعجن شويه جسمي، بمسك منطقه الحوض خصر وبنزل بجسمي لقدام شوي شوي. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ممتاز. ناخذ نفس، نقدر نمشي. طبعا هذول التمارين تمارين أساسية، تمارين سهلة ملائمة لجيلنا، لجيل صف خامس سادس. طبعا احنا بنقدر بكل تمرين ذات صعوبه نقدر بالاستراحه نعمل تمارين حركيه. احنا بدينا بالتمارين الاساسيه، تمرين ضغط، نشتغل على عضلات الايد الخلفيه، نكرب ايدينا، كرب ايدينا لبعض 8 مرات. ممكن يكون هاي التمرين صعب على كثير منكم. انا بحط الركب على الأرض، بنزل بهاي الشكل، هيك أنا بقوم بعملية تسهيل التمرين. إلي التمرين سهل عليه، برجع لضغط عادي. ثلاث ممتاز. تمرين لعضلات البطة، عضلات الإجرين، إجري بجنب بعض، أنا بطلع لفوق على رؤوس أصابع. واحد شوي شوي بنزل، اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتاز. راحة، بمشي محلي. نعمل لانج حركة، أنا واقف، انتبهوا، مرة إجر يمين مرة إجر شمال. واحد، ايد وجر عكسية بهي الشكل، بطلع بعد واحد اثنين وبطلع واحد اثنين. ممتاز، اجري شمال واحد اثنين يمين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. مهم جدا ايد وجر عكسية، بطني لجوا طول الوقت طول الوقت بالتمارين. ممتاز. نعمل كمان تمرين بطن، انا بنام على ظهري، جسمي راسي وشوي من جسمي برفعه لفوق، ايدي بجنب جسمي بهي الشكل، بحاول ألمس مرة الحذاء اليمين ومرة شمال.
واحد. ناخذ نفس عميق. التمرين اللي بعده جسر حركة زي ما عملنا قبل. قبل عملنا احنا تمرين ساكن، هسه حركة. اجري بقربين كد، اجري بقربين لجسمي. انا برفع لفوق وبنزل. طبعا زي ما قلنا كل تمرين ممكن يزيد صعوبة، ممكن بهاي التمرين يساوي على اجر واحدة يكون أصعب بكثير. اثنين قوم راحة. آخر تمرين كمان تمرين ضغط. ايدينا موازيات لكتافي. احاول انزل شوي شوي. ممتازين. طبعا مهم جدا بعد كل تمرين، بعد كل مش مشكله شو نوع التمرين، نعمل تمارين ليوني مشان نكبر المدى تبع المفصل. رح نبدا بما انه اشتغلنا على كل جسم الانسان، رح نعمل تمارين ليوني. اجري الثنتين بهي الشكل، نبدا بالايدين. بعد انا للخمسه، وبعد الخمسه بحاول اكبر المدى تبع المفصل. ثلاثه اربعه خمسه، بكبر كمان خمسه. ثلاثة أربعة خمسة. إيدي الثانية واحد، بكبر المدى تبع المفصل. ممتازين. هرولة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، بكبر المدى. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إيدي الثانية واحد، ممتاز. كبر المدى. ممتازين. ننزل للإجرين، إجرين الثنتين بجنب بعض. أنا بحاول أنزل بجسمي بقسم العلوي من جسمي. واحد اثنين، بعد الخمسة بكبر المدى. أنا بشد عضلات إجري الخلفية، البطة، الهامسترينج. إجر فوق إجر يشتغل على عضلات البطة. واحد ممتاز، بنكبر المدى. الرجل الثانية ننزل مع راسنا، ننزل براسنا. ممتاز. تمرين الفراشة، رجلي الثنتين بجنب بعض، ايدي من تحت الرجلين، وبنزل بكل جسم العلوة لتحت. ممتاز. بعد خمسة بنزل أخرى كمان. ممكن أعمل كمان يمين شمال، يمين شمال. ممتاز.
الركبة بنجيبها لجسمنا بهي الشكل. أول تمرين بشد على صدري، واحد بعد خمس بشد كمان، بحس إنه العضلة مشدودة. ممتاز. إجري الثانية بعد خمس بشد، عضلات الإجر الأمامية بشد لورا، بشد. ممتاز. الإجر الثانية ممتازين. هيك احنا خلصنا الدرس. شو تعلمنا اليوم؟ تعلمنا مركبات اللياقة البدنية، وخاص بالأخص القوة العضلية. طبعا شو القوة العضلية؟ هي القدرة العضلة على التغلب على مقاومات خارجية. طبعا في عندنا ثلاث أنواع للقوة العضلية: القوة العظمى، القوة المميزة بالسرعة، تحمل القوة. قبل ما نخلص رح أعطيكم مهمة بيتية، تمرينين شوي صعبات تحاولوا تعملوهن، بالبيت. رح أعطيكم التمرين الأول، تمرين بلانك زي اللي عملناه، بس بدي أضيف شغلتين. أنا إيدي زي ما قلنا متوازيات لكتافي، ولازم أرفع 30 ثانية إيد لقدام وإجر عكسي بهاي الشكل 30 ثانية. هاي التمرين الأول. التمرين الثاني بلانك على الجنب، بس حركة المرة نعمله حركة. كلنا التمارين اللي عملناها قبل هي تمارين أساسية، ممكن نزيد لكل تمرين صعوبة. حركة، إيدي لفوق، إجري بالهواء، بحاول أجيبها لقدام لورا 10 مرات، لقدام لورا. طبعا انا لازم احافظ على التوازن تبعي، ما رجش لقدام لورا. ممتازين، يعطيكم الف عافيه. بتمنى انكم انبسطتوا بالدرس واستفدتوا. ان شاء الله باقرب وقت نرجع للمدارس.